يا أخي الأخبار هتجنني، كل حاجة الخبر وعكسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل الناس الحلوة في حلقة جديدة. أنا مكمل معاكم في سلسلة علم صناعة الجهل، وفي الحلقة دي هتكلم على أسلوب اسمه التعريض. محدش يفهمني غلط، أقصد التعريض بالضاد مش بأي حرف تاني. والتعريض زي التورية، ومعناه إن الواحد يقول كلام ليه أكتر من معنى، ويكون قصد المتكلم إن السامع يفهم معنى مختلف عن اللي هو يقصده. وفي العموم التعريض مسموح به في حالات محدودة، ولكن التوسع فيه بيدخل تحت باب الكذب والخداع. النهاردة هركز تحديدا على الاستخدام الواسع للتعريض في وسائل الإعلام، وهنشوف بيستخدم ليه وإزاي بيكون أداة فعالة في صناعة الجهل. سر فعالية الأسلوب ده مرتبطة بأن الناس لما بتتصفح الأخبار سواء على المواقع الإخبارية أو على الفيسبوك أو تويتر، في الغالب بتقرأ العناوين بس بدون ما تفتح الخبر نفسه. أنا عاوزكم تفتكروا كويس أن الناس بتقرأ العناوين في الغالب بس، لأن ده سر خطورة الموضوع. خليني أبدأ بأمثلة للتعريض في الإعلام. تخيل أن واحد فيكم بيتصفح الأخبار ولقى خبرين. الخبر الأولاني عنوانه وفاة 4 في حادث مرور، والتاني عنوانه في حادثة مروعة سائق يقتل أبنائه الثلاثة. تفتكر الفضول هيدفعك ان انت تضغط على الخبر الأولاني ولا الخبر التاني؟ أظن ان أغلبنا هيروح على طول على الخبر التاني علشان نعرف مين المجرم اللي قتل ولاده ده وازاي. المفاجأة ان احنا نلاقي ان العنوان الأول والتاني هما الاتنين نفس الخبر بالظبط. الخبر عبارة عن سواق كان معاه ولاده الثلاثة في العربية وعمل حادثة كبيرة وهو ولاده ماتوا. فالعنوان اللي بيقول سائق يقتل أبنائه الثلاثة بيستخدم التعريض، لأن الأب اللي كان سايق ودخل دخل غلط اتسبب في وفاة الأولاد. كأني شايف عيونكم بدأت تلمع كده، لأنكم شفتوا عناوين ياما بالشكل ده، وبعد ما تفتحوا الخبر تلاقوه خبر عادي خالص. الإعلام بيستخدم التعريض لسببين، السبب الأولاني سيء والتاني مجرم. السبب الأولاني إن عدد المواقع والمجلات بالألاف، وعدد المقالات اللي بتطلع كل يوم عددها رهيب، والأيام اللي كان فيها جرايد اتعدوا على الصوابع ولت خلاص. فكل الصحف دي بتتنافس على وقتك اللي انت هتستثمره في القراية، وعشان يجذبك هيستخدم أكتر عنوان جذاب حتى لو الخبر ملوش أي لازمة ومفهوش أي فايدة. والعناوين الجذابة هي العناوين اللي بيكون فيها عنصر المفاجأة، واللي بتلفت انتباهنا لحاجة جديدة احنا مش عارفينها. ولو العنوان بيقول حاجة احنا عارفينها فعلا، فاحنا غالبا مش هنكلف خاطرنا ونقرأ الخبر. لما ظهر موضوع الكورونا وبقى فيه اهتمام كبير من القراء، وسائل الإعلام بدأت تتنافس بقوة علشان الناس يقروا المحتوى بتاعهم بدل ما يقروا المحتوى بتاع حد تاني. فبدأت تظهر عناوين زي تحاليل كورونا إيجابية بعد أسابيع من التعافي من الفيروس، والدكتور فاوتشي واللي هو كان المسؤول عن الأمراض المعدية في أمريكا يحذر من عدم جدوى التطعيم. لما تقرأ الخبر الأولاني بتأني بتاع التحاليل الإيجابية، هنلاقي إن المقالة بتقول إن التحاليل لقت آثار الفيروس في أجساد المتعافين، ولكن الفيروس متفكك والناس مش معديين. والخبر الثاني قطع الكلام من سياقه، والمقصود منه ان التطعيم مش هيكون مجدي لو في ناس كتيرة رفضت ان هي تاخده. فالمشكلة مش في التطعيم ولكن في الناس اللي رفضة تاخده. هو بالمناسبة لسه مفيش تطعيم للكورونا. عامل كده زي اللي بيقول آية يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة ويسكت، بدل ما يكمل الآية اللي بتقول يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فالمعنى اللي وصلك من العنوان بس مخالف تماما للمعنى الحقيقي بتاع الخبر. بالمناسبة الأسلوب ده مستخدم مش بس في الأخبار، ولكن في بوستات الفيسبوك وفيديوهات اليوتيوب باستمرار، وبيسموه طعم مشاهدة أو كليك بيت. ممكن حد يقول بس الناس بتعمل كده عشان تسوق سلعتها، وبالرغم من سوء الأسلوب ده إلا أنه مفيش هدف خبيث. المشكلة أنه طول ما أغلب الناس ما بتقراش الأخبار بالتفصيل وبتعمل شير وخلاص، فإحنا بنتعرض من خلال العناوين دي للشيء وضده، وده بيعمل برجلة في وعي الناس، وبعد شوية ما بيكونوش عارفين إيه الصح وإيه الغلط. وزي ما قلتلكوا قبل كده، اللي فاهم غلط وفاكر نفسه إن هو فاهم أحيانا بيكون أخطر من الجاهل، سواء على نفسه أو على غيره. فلو رجعنا تاني لموضوع الكورونا، لو انت بتقرأ العناوين بس مش هتبقى عارف هل الناس وصلت التطعيم فعلا ولا لسه فاضل له سنة، وهل هيكون فعلا فعال ولا لا، وهل في خطورة منه ولا هو آمن. فكل ده هيخلي الناس مشتتة ومش عارفين الصح فين. والأسوأ من كده ان الواحد كل ما يقرأ عنوان جديد يتعلق بيه
ويبقى فاكر ان هو اصح واحد ويعمل له شير ويساعد على نشر الجهل. اما بقى السبب الثاني والخبيث فعلا من التعريض هو تعمد التدليس والكذب. فالشخص اللي بيحط العنوان عارف انك في الغالب مش هتقرا الخبر ومش هتدور وراه، فبيكون قاصد انه يعمل عندك انطباع ايجابي او سلبي اتجاه شخص او بلد او موضوع معين. فتلاقي خبرين في جريدتين، واحده مؤيده البلد والتانيه معارضه لبلد تانيه. عنوان الخبر الاولاني اقل زياده يوميه في اعداد المصابين بكورونا منذ شهر، والخبر الثاني بيقول وصول عدد اصابات كورونا في البلد الفلاني الى عدد غير مسبوق. فالعنوان الاول واضح انه بيحاول يدي انطباع ايجابي، وممكن يكون عدد الحالات الزياده في البلد 999 حاله، في حين ان بقيه الايام كان العدد تقريبا 1000 حاله، فالانخفاض طفيف جدا. ولو ركزت مع العنوان الثاني ممكن تلاقي ان البلد كان فيها 1000 مصاب وزادوا مصاب واحد بس، فبقى 1001 عدد غير مسبوق فعلا. فده تعريض والهدف منه الإساءة للبلد المذكورة تحديدا. لو بصيت على التغطية بتاعت وسائل الإعلام خاصة التابعة للحكومات وهي بتتكلم عن الدول الصديقة أو المعادية، هتلاقيهم بيستخدموا التعريض على رأي المصريين كتير قوي، وعلى رأي الليبيين واجد أو هلبة، أو زي ما أخواننا الجزائريين والمغاربة بيقولوا بالزاف. ده طبعا ناهيك عن وسائل الإعلام اللي بتتعمد الكذب الصريح، دول لهم قصة تانية هنتكلم عليها في يوم تاني إن شاء الله. طيب نحمي نفسنا من الأسلوب ده إزاي؟ أول حاجة ممكن نعملها إن إحنا لازم نكون صادقين في كلامنا مع الناس. ربنا بيقول لنا في القرآن يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم مدح أبو ذر قال ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. فالكلام الصادق والمباشر كأنك بتجيب هدف مهم جدا. تاني حاجة ربنا قال لنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فلما تقرأ منشط قبل ما تصدقه نخور وراه شوية علشان تعرف هو صادق ولا كاذب، لأن في احتمال كبير يكون العنوان خداع وبيستخدم التعريض. وسائل الإعلام اللي بتتعمد استخدام الأساليب المعفنة دي ابعد عنها وبطل تقرأ لها. وإياك تعمل شير لخبر بدون ما تقرأ كويس وتتأكد من صحته، لأنك لو عملت شير بناء على العنوان بس أنت ممكن تكون بتساعد في نشر الجهل بدون ما تحس. فالخلاصة التعريض أو الإيحاء بمعنى غير المقصود من أشهر أساليب نشر الجهل، والإعلام بيستخدم الأسلوب ده عشان يروج بضاعته البايرة أو عشان يتعمد تضليل المستمع أو القارئ. فما ينفعش نصدق العناوين بدون ما نقرأ الأخبار بعين فاحصة. ولو إحنا عملنا شير لمقالة أو قصة بدون ما نتحرى صحتها فإحنا ساعتها بنساهم في نشر الجهل. ربنا بيقول لنا في القرآن ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في نهاية الحلقة أحب أشكر كل الناس اللي بتدعم القناة، وأحب أسمع عن تجاربكم الشخصية في التعليقات أسفل الفيديو. ولو عجبتكم الحلقة ضروري 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 تعملوا لها شير على فيسبوك وتويتر واتساب، وضروري تعملوا سبسكرايب وتفعلوا خاصية الجرس عشان يصلكوا كل جديد من القناة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.